لو نفسك تصور بورتريه اعتقد الناس كلها شايفه ان الموضوع سهل، هي كاميرا وعدسه كويسه وموديل وفي اي مكان تبدا تصور عشان تطلع نتائج. ولكن في شويه حاجات كده انت لو ما خدتش بالك منها الموضوع هيقلب معاك غلط خالص. في الحلقه النهارده هنتكلم عن شويه نصايح او شويه تيبس لو انت بتحب تصور بورتريه هتحسن كتير من شكل صورة. فيلا بينا نبدا. ازيكم وايه الاخبار، اتمنى كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. تصوير البورتريه من امتع الحاجات الصراحه بالنسبه لي، بقيت احب المجال ده جدا، خصوصا ان انا اصلا بصور ويدنج، انا ويدنج فوتوغرافر، فالموضوع قريب شويه. ولكن انا الايام اللي فاتت دي اتجهت شويه ان انا اصور بورتريه بشكل اكتر، فهقول لكم على شويه تيبس كده انا بتبعها لما اجي اصور بورتريه لعل وعسى كل الناس تستفاد. اول حاجه، انت لازم تكون مخطط للشوت كويس جدا. بمعنى ايه؟ ما تخبيش حاجه عن الناس بتوعك، يعني لو انت معاك اسيستنت، لو انت متفق مع ميك اب ارتست، هير دريسر، الموديل، اتكلم معاهم ان انت نفسك تطلع شوت بريفرنس ده. حاول تخش على ويب سايتس كتيره تصوير البورتريه، هات منها ريفرنس عشان تعرف الشكل بتاع الشوت هيطلع في الاخر عامل ازاي، ووريهم الصور بتاعتك بحيث يبقى هم معاك في نفس المود عشان في الاخر تطلع مود كويس ويكون كلكم متفقين عليه. خلاصه الموضوع، انا عايز اقول لك ان انت لازم يكون عندك ريفرنس للفكره بتاعتك او حتى انت راسمها على سكتش علشان تبقى الموضوع مرتب، ما تروحش هناك في الشوت وتصور اي حاجه وخلاص. فتخطيطك للشوت اكيد اكيد هيفرق معاك في شكل الصوره اللي هتطلعها. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي الجير، وخصوصا العدسة. في الاول كده مش هتكلم عن الكاميرا لان كل الكاميرات هتطلع لك غالبا نفس النتيجه، طبعا بعيدا عن مثلا كاميرا ريزوليوشن اعلى، كاميرا بتصور بديناميك رينج اعلى. انا بتكلم فكره البورتريه، الاعتماد اكتر هنا بيكون على اللينس، على العدسه مش على الكاميرا. طبعا افضل عدسات لتصوير البورتريه هي العدسات الفيكسد زي مثلا 50 85 135، لان بتكون فتحه عدستها واسعه، وانت لما تصور بورتريه لازم تصور على فتحه عدسه واسعه بحيث تكون عازل الباك جراوند على قد ما تقدر، والموديل وكل تفاصيلها تكون اكتر تركيز انت مركز عليه في الصوره بتاعتك. فاختار عدسه كويسه، جرب كل العدسات وارتاح لعدسه معينه. انا مثلا نفسي بحب جدا اصور بالعدسه 85، في ناس بتحب 135، وفي ناس بتحب 35، وفي ناس بتحب تصور بال50، فكل واحد وحسب هو مرتاح لعدسه ايه. اهم حاجه تكون فاتحه العدسه بتاعتك واسعه، وده بالنسبه للجير وخصوصا اللينس. ثالث حاجه هتكلم عليها هي الفوكس. خد بالك ان اي عيوب في الصوره بنسبه مثلا 95% او 96% من اي عيوب في الصوره ممكن تتحل في مرحله الايديت الا حاجه واحده، ان الصوره بتاعتك تطلع اوت اوف فوكس. فوانت بتصور لازم بعد كل صورة تبص على الصورة بتاعتك وتعمل عليها زوم 100% من الكاميرا وتشوف ان الفوكس شارب جدا. اي صورة اوت اوف فوكس ملاش حل، بتترمي في الزبالة. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت تصور على اوتو فوكس، ولو الكاميرا بتاعتك فيها لايف فيو يا ريت تصور على اللايف فيو. فكرة ان الفوكس يضيع منك او يهرب منك وانت مشغل لايف فيو احتمالها ضعيف جدا عكس ما انت بتصور بالفيو فايندر، فاهتم جدا ان الفوكس بتاعك يكون شارب. رابع حاجة، اهتم جدا بالباك جراوند. على طول في اي حلقة ليا بتكلم عن اي حاجة في التصوير بتكلم عن فكرة الاهتمام بالباك جراوند. صور كتير قوي بتضيع او بتبوظ عشان الباك جراوند بتاعتها سيئة. وعلى فكرة مش شرط كل الصور التحفة تكون الباك جراوند بتاعتك فيها بلور او عزل او نغبشة. في ناس كتير قوي بتصور على حيطة مثلا لونها ابيض او لونها خشبي، او حيطة مثلا فيها تكتشر او رسمة كبيرة مليانة الوان، فمش شرط الباك جراوند بتاعتك عشان تبقى حلو في الصورة تكون هي معمول لها بلور. اهم حاجة تكون مريحة للعين وما تاخدش نظر المشاهد عن الاوبجكت الاساسي اللي هو بيتصور اللي هي الموديل طبعا. بس كده. خامس حاجه هتكلم عليها طبعا هي الاضاءه، ودي تعتبر اهم نقطه في اليوم كله. بص، انت الاضاءه عندك نوعين، ارتفيشال لايت وناتشورال لايت. ناتشورال لايت يعني الاضاءه الطبيعيه اللي هي زي الشمس، وارتفيشال لايت يعني اضاءه صناعيه زي استخدام الهدات او الفلاش. لو استخدمت ده هتطلع نتائج حلوه جدا، ولا استخدمت ده هتطلع نتائج ممتازه وحلوه جدا. الفكره انت مرتاح ايه، او المود العام لشكل الصوره انت عايزه ايه. انا مثلا بحب جدا استخدم الناتشورال لايت بالاضافه لاستخدامي الريفلكتور. والريفلكتور عباره عن حاجه كده بتمسكها عشان تبدا تعكس الاضاءه للشخص اللي بتتصور، وبقى فيه برضو ان انت تستخدمه از ديفيوزر بحيث مثلا لو الشمس هارش لايت على الموديل تمسكه كده من فوق الموديل فيطلع لك سوفت لايت عليها. وده التكنيك اللي دايما انا بستخدمه، انا شخصيا بستخدم التكنيك ده على طول. في ناس كتير قوي بتحب تستخدم الارتفيشال لايت، خصوصا الهاي سينك سبيد، وان انت تجيب مثلا السماء بتاعتك زرقاء والهيد بقى منور الشخص اللي بيتصور. في اشكال والوان وانواع كتير قوي من اشكال الصور اللي انت ممكن تعملها في الصور بتاعتك وانت بتصور بورتريه. نصيحه مني، لازم تجرب ده وتجرب ده، وفي الاخر انت نفسك هترتاح لعدسه وهترتاح لبوزز معينه، وهترتاح كمان لشكل اضاءه، وهترتاح لشكل اديت. فكله في الاخر انت لازم تجرب كل حاجه عشان في الاخر توصل للحته اللي انت عايز تكمل فيها. سادس حاجه وسادس نقطه، فكره توجيه الشخص او الموديل اللي انت بتصوره. برضو هتلاقي في نوعين من الاشخاص انت بتصوره، موديل بروفيشنال هي عارفه بتعمل ايه او هو عارف بيعمل ايه بيبوز ازاي، وفي حد لسه بيبدا الطريق او ما يعرفش اي حاجه وحابب ان انت توجهه. فانت لازم تكون عندك خبره شويه في فكره معرفتك للبوزز، يعني انت عارف ان الوقفه دي هتطلع لك كادر الفلاني، الوقفه دي لازم
لازم تتعمل بالشكل الفلاني، وهو قاعد او هي قاعده لازم مثلا تبقى رجليها اطول من رجل، تبقى مثلا فرده ظهرها مش تانياء او حاجه زي كده. فانت حاول توجه الشخص اللي قدامك، لو انت شايفه ان في طريقه ان هو يقف بيها بشكل احسن ما تكسلش وتقول خلاص اهو وقف، لا قول له مثلا حرك ايدك، غير رجلك، تعالى هنا، روح هنا. في الاخر الكوميونيكيشن ده هيطلع صوره انجح من الصوره الاولانيه اللي كانت تطلع. وده ينقلنا برده لفكره ان انت كمصور لازم تكون مذاكر شويه في فكره البوز. البوزز دي مهمه الموديل، دي حاجه معروفه، لازم انت كبروفيشنال موديل تكون عارف ازاي تقف، ولكن انت كمصور ممكن تساعد في القصه دي. اخر حاجه هنتكلم عنها وهي فكره الايديتنج. في ناس كتير قوي بتقعد تشتغل ايديت لغايه لما تعمل اوفر ايديتنج على الصوره بتاعتها وتبوظها، مع انها قبل الايديت كانت حلوه. فانت لازم وانت بتعمل ايديت تبقى عارف عايز توصل الصوره بتاعتك لفين. مبدئيا احنا بنستخدم كمصورين برنامج اللايت روم والفوتوشوب، دول البرنامجين الاساسيين اللي انت تشتغل عليهم في تعديلك لاي صور. في طبعا كابتشر وان وفي برامج ثانيه، ولكن دول اشهر برنامجين. اولا حاول تتعلم اكتر برنامج اللايت روم، ده هيغنيك عن حاجات كتير قوي. ولكن لو انت هتصور بورتريه وعايز تبقى بورتريه بروفيشنال فوتوجرافر، فلازم صورك تعدي على اللايت روم والفوتوشوب، لان انت تبدا تعمل هاي اند ريتاتش للسكن، ودي الحاجه اللي اللايت روم مش بيقدر يعملها زي الفوتوشوب. فوانت بتعمل ايديت حاول تظبط الالوان بتاعتك، تظبط الاضاءه بتاعتك، ما تعملش اوفر ايديتنج، ولما تيجي تعمل هاي اند ريتاتش ما تسيحش الوش على الاخر، حاول الموضوع يبقى برده بسيط وباين التكتشر بتاعت الوش، عشان الحاجات دي بتفرق قوي. بس كده الحلقه دي كانت لذيذه كده وخفيفه، وشويه تيبس وتريكس لتصوير البورتريه. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقات تانية بخير. سلام.